مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا العدد الجديد من حصتكم صريح جدا، واللي راح تأتيكم من ولاية الأغواط. اليوم نزلنا للشارع باش نشوفوا رأي المواطن الجزائري أو المواطن الأغواطي بصفة خاصة، كم هو المبلغ المخصص لقضاء حاجيات شهر رمضان. بلا ما نطولوا عليكم، تابعوا معنا في هذه التصريحات. أنا كل رمضان نخصص واحد 7-8. وش فيها هذه 7-8؟ فيها كلش المصاريف، كلش فيها فيها مثلا اللحم، كلش السميد، الزيت، الامور هذه الضروريه. اما مصرف رمضان يلحق حتى 5 ملايين 6 ملايين، ما بين لحم ابيض وما بين لحم احمر، ما بين الديول، ما بين الحوايج على الفاكهه خضر. انا بالنسبه لي نتكلم عن نفسي، انا شهر رمضان كبقيه الشهور دائما نجي عندي مصروف تاع الشهر حوالي 7000 دينار 8000 دينار، هذا مصروف الشهر ورمضان كبقية الشهور. نصرف على حساب طاقته، وكل واحد ومصروفه، كل واحد مدخوله وعلى حساب شهريته، وكاين اللي ماهوش شهار كاع عادي، وكاين اللي عقليته شوية واهق صوالح قبل الوقت يشري أكثر ما طاقته كاع توالم، وكاين اللي يشري قدو يمشي دوكا دوكا واحدة واحدة. يعني متوسط المصروف يكون حوالي 8 ملايين والله على الأقل، يعني اللي ما يصرفش. وكل يعني كل شخص وكيفاش، على حساب المدخول تاعو. درك اسعارها مش كيف كيفها، كاين اللي يشري غير زوز توالم يتكلف له اكثر منها، وكاين اللي يشري على الاحتياجات الخاصه يشري، وكاين اللي يروح للبرقو غالي اكثر منه، كاين اللي مش ماشى، وكاين اللي يروح ياكل حاجه خفيفه يدير الحياه موش لاضة او حاجه خفيفه كما هذه. المصروف تاع شهر رمضان ممكن يصفى حتى 7-8، هذا الناس اللي يقتصد شويه. تما الاسعار راهي ارتفعت، والمصاريف دائما في شهر رمضان يكون اقبال تاع المواطنين على المصاريف هذه، سواء الكماليات ولا الاساسيات. رمضان اكيد راح يستغنى الان مع الاسعار هذه، المواطن راح يستغنى على بعض الكماليات وسيهتم بالمواد الاساسيه فقط. 3 ملايين ما نقول لك، 4 ملايين حتى 5 ملايين بكل، يعني باللحم بكلش، وكل واحد كيفه. احنا نديروا الميزانيه تاع 3-4 ملايين، ولكنه ساعات ما يكفي وناس ساعه يكفي يقعدوا لنا بزياده. هاو كيف مع ارتفاع الاسعار، اللحوم راهي مرتفعه، راهي تدير 140 في الكيلو. انا المواطن البسيط هذا ذو الدخل المتوسط ما يقدرش يغطي كاع الحاجيات، كاين اللي يشوف الاساسيات وكاين اللي يعني يقدر يشري الاساسيات والكماليات. بالنسبه للمصاريف نشر حوايج اساسيه وخاصه الاساسيات، ونحن مقبلين على الشهر تعود الحوايج مفقوده وتعود ناقصه شويه، لكن معناها الانسان يركز على حوايج اساسيه. تكفيني انا، يعني الحمد لله تكفيني، ماناش عائله كبيره، راني بعوايات برك وطفل واحد برك، والناس اللي عندها بزاف والله ما على بالي، ما نقول لك تكفيهم ما تكفيهمش. بالنسبه للاسعار، الاسعار هذا في هذه الفتره راه مرتفعه بالنسبه للسنوات السابقه، مرتفعه كثير، وبالتالي اصحاب الاجور الضعيفه والمتوسطه راه مش مقدورهم باش يصرفوا رمضان كما رمضانات اللي فاتوا، خاصه ارتفاع المواد الاساسيه. كل واحد كيفاه، سا ديبون على حسب التسيير تاعو، فهمت؟ ماهيش قضية تاع كاين مليون واحد تكفيه، كاين واحد 5 ملايين ما تكفيهش. في كل رمضان راه عندي نصرف 6 ملايين ما بين اللحم وخضر ومواد غذائية عامة. المبلغ اللي يكفي المواطن زوال الإنسان زوال 3 ملايين ماكسيموم 3 ملايين. ياكل قام حسب قبل شوية، ماشي كلش بالفور. والمواطن البسيط ربي إن شاء الله يكون في العون نتاعو. من ناحية المصروف الإنسان معناها كاين هناك طبقات، كاين طبقات معناها كاين اللي عنده استطاعة مالية قادر معناها يصرف معناها بالكميات اللي يقدر عليها، وكاين اللي الله قالب معناها متعسر عليه الأمور. كذلك مع المنحة اللي راهم رايحين يتلاقاوها في هذا الشهر الكريم إن شاء الله، ابتداء من 28 مارس إن شاء الله راح تلقى قبول لدى المواطن الجزائري إن شاء الله، ورمضان كريم. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية.
اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.